سعد الدين دابا ما كتقدرش تجلس، ما كتقدرش تدور، ما كتقدرش لما جلسوكش الدراري، جلسوني الدراري، الدراري رايحين بابا ستة عيشي خذ راحتك دابا جلس. كل سنة عام ما شاء الله. لما جلسوكش الدراري بحال هكا ما تجلسش. مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. معنا مشاهدين الكرام سعد الدين السيد كان خدام في المرصد 16 عام، مرض بالبرودة، كيعيش معاناة، كيعيش العذاب مع المرض ديالو. بسبب هذا المرض كيمشي للسبيطارات كيشماطو عليه في المواعيد، خاصو الان عملية مستعجلة، ما بغا والو، بغا غير يتشافى. كيعيش واحد الوضعية هو الام ديالو، الام ديالو اللي مريضة حتى هي بسبب السكر قطعات رجليها. عايشين واحد الحياة، خليكم تسمعوا بالتفاصيل مشاهدين الكرام مع عند عز الدين. خويا عز الدين السلام عليكم. السلام عليكم خويا، اسمح لي واحد الدقيقة. واخا عز الدين عاود لينا شنو المشكل اللي عندك، باش كتعاني المرض اللي عندك شنو؟ السلام عليكم. داخل الوطن خارج الوطن خوتي، انا كنت كنخدم في المرسى والسياسي كتب عليا الله هادشي، كنخدم على الوالدة وجات كورونا، الوالدة قطعت رجليها وخاصها رجل اصطناعية، وانا اللي كنصرف عليها، ولكن انا مبقيتش دابا راه شي 15 عام وانا شاد هذا المرض. 15 عام من 2008 كيفاش اكتشفتي المرة الأولى السياج؟ بداني من رجليا سميتو كيضربني الضو، ومن تما بقات طالعتها سميتو تبلوكيت في بزاف الصحة ديالي. يومين اللي كتعيش مع هذا المرض هذا، واش كتحرك؟ شنو كدير؟ كنخرج شويه نتمشى، وكان كيضرني الصداع، ما كنقدرش نعس بالليل. دابا عنقي مؤخرا تشد عليا، ما كنقدرش سميتو كل نعس ساعه ونص ولا ست ساعتين كنوض، كضربني الفايقه. وتاني شويه تاني كنعس، كل مره نعس والفايق العنق عندي كيضرب لي بحال شي تفرقعات. عايش العذاب شنو نقول؟ الحمد لله خويا داك الشيء اللي واخا. كتمشي للسبيطار كتمشي كدير الفحص ديالك؟ كنمشي للسبيطار كيدقوا لي ابره ديال ديكلو ولا يخرجوا لي جوج فانيل صافي. ديالك باش تخف الالام ولا ديالك؟ ديال الالام بعد ما كيهمد عليا شويه الالام وصافي. كيقولوا لك خاصك عمليه؟ ما عندوش حتى شي شنو كيقولوا لي سميتو عمليه ولا سميتو ما كيديروا معايا والو. عمليه شحال كتكلف؟ ما حيت كتمشيش عند واحد الطبيب في هاي الاناره قال لي 5.5 دير شي وراك اصطناعي، وكاين ما امنش ما عنديش عندي الله. انا حيت موالف كنت كنخدم مع بدراري كنجبدها كنمشي للمرسى الخدمه ما كان خدمه على راسي. اخو عز الدين شنو بغيت تقول للمغاربه وخوت محسنين والناس اللي كيشوفوك دابا شنو بغيت تقول لهم؟ خوتي بغيت نداوى بصحتي انا وامي يديروا لها رجل اصطناعية بارك، هادشي اللي بغيت انا، مبغيتش والو، بغيت صحتي بارك، ما باغي والو. الرقم ديالي خويا 06 22 77 69 58. الرقم ديالك عافاك؟ 06 22 77 69 58. هما ولاد دربكم، هما اللي واقفين معاك، هما اللي كيوقفوا معايا الله يجازيهم بالخير. الله ينور لهم طريقهم والله يسهل عليهم كاملين. هذا الشيء اللي بغيت الخوت هنا. الله يحفظك. حنا راه بزاف دابا، راه شحال دابا شي 15 عام ولا ما عرفتش شي 13 شي 14 عام بحال هكا. الدري كيعاني بحال هكا بالسياتي. حنا المطلوب من المغاربه والمحسنين الله يرحم لكم من الوالدين والله يجعل ربي يحفظكم. الا ما ديروا معاه شي حل يديرها شي عمليه ولا هانتوما الدراري الله يحفظكم الدراري. الزو معايا يا نور، الزو معايا. لا شي عطيه عطيه عطيه. ها اخويا شوفوا الحاله ديالو كي داير. ها اخويا سم غادي سير سير اخويا. اجي ريح اجي ريح. شوفوا ما وقفلاش ولا ما بركناش، ما كيمشيش ما كيمشيش ضروري كنخرجوا. رساله للقلوب الخير والمحسنين اللي كيشوفوك دابا، والله يرحم لكم الوالدين خوتي المغاربه داخل الوطن وخارجين ارض الوطن. الله يرحم لكم الوالدين لما تعاونوا مع هاد السيدات. الله يجعل ربي هو اللي يحفظكم، والله يجعل ربي هو اللي يخليكم. السلام عليكم. كدايرين اخوت الناس مغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن؟ ما كنطلبوا منكم والو، حنا كنطلبوا منكم المساعده. الله يرحم بها الوالدين. السيد ود ابنه كابل معانا مقود عليه، طلبوا لي عمليه، طلبوا لي مشى
السبيطار قال لي رونديفو عامين مقود عليه بلا بلا لا بغى ياخذها ما عندوش مقود عليه لا بغى يجوا تساعدوا معنا الله يرحم به الوالدين لكن شي مساعده ها هو السيده انتم كتشوفوا حالته امه مريضه بالسكر قطعتها رجليها عزين ودربنا عزين ودربنا ماشي حتى لدابا مش شحال هادي ام ديالو مريضه بالسكر كاين هو وياها مالوف الله يرحم الوالدين والناس مغاربه والمحسنين اشوفوا من حاله السيدات الله يرحم الوالدين حنا ما باغين والو ما تعطيونا ما ناخذوا من عندكم جيو شوفوا بعينيكم تساعدوا معاه لكن ما تساعدوا معاه تساعدوا معاه ما كاينش ما تساعدوا معاه ابارطاجيو هادشي اللي بغينا الله يرحم الوالدين هاك السيد شاو باغي يقول الله الله هاد الرساله من القلب المغاربه اللي كيشوفوك دابا شنو بغيت تقول لهم انت بغى شي غير عمليه بغى شي غير تشافى بغيت نتشافى ويوقفوا معايا على مين ندير لها جلسه صناعيه الله يشافي ام محمد كامل هادشي اللي بغينا حنا كلشي يكون بخير اه كنت كنخدم في المرسى خدام في المرسى كنقي الحوت غير هي كيعيش وعايش هذيك المهمه عندوش فهمتيني عشيري واحد النهار عز الدين فهمتيني بدا كينقص في الحاله ديالو بدات كدهور واش فهمتيني اخويا واحد شويه ما بقاش كيقدي زيد لما عيطش على الدراري هزوه من الدار يهبطوه وكذا العيباش ما بقاش كيقدي هبط من الدار ولينا كنطلعوا نشوفوه حاله لا يرشى لها اخويا فهمتيني حاله يرشى لها حاله يرشى لها اخويا الرساله ديالك وصلني ديالك وصلني مسكين عاود دير رقم 06 22 77 69 50 06 22 77 69 50 رقم هاشم ديال عز الدين عزيز 16 عام وخدام في المرسى مرض بالبروده كيعيش معاناه هو الام ديالو الام ديالو بسبب السكر اللي قطعات لها رجليها محتاجين الناس يعاونوهم ولاد دربهم الله يجازيهم بخير واقفين معاه واقفين معاهم ايام مقطع على رجلها على رجلها ما عاوناش هو مسكين ما كاينش اللي عاون واقفين معاهم ولاد دربهم الله يجازيهم بخير شو كيديروا ما فايتش مو مسكين شو حالته كيدير اللي ما كانش ولاد دربهم ما يقدرش ينوض ما يقدرش يزيد وما يقدرش هما اللي مكلفين بك دابا هما كلشي والله يجازيهم بخير لا لا من ما كيبانوش عمرنا ما غادي نفوتوا داكشي اللي كاين ربي اللي غيجازيكم نتوما ربي اللي غادي يعوضكم مسؤولين حنا راه ولاد الدرب داكشي اللي كاين نتمنى ان شاء الله ان النداء ديالو وصل للناس المحسنين ويعاونوه نعاود الرقم عاوتاني مشاهدينا الكرام اللي هو 06 22 77 69 850 تعاونوا مع هذا السيد ان الله لا يضيع عشر المحسنين حتى هنا كنكون وصلنا لنشاد مباشر نتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر الى اللقاء